الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه ونشكره ونثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يسبغ عليكم نعمه وأن يبارك لكم في أوقاتكم وفي أرزاقكم وفي سائر أحوالكم، وما أسأله جل وعلا أن يجعلكم من أهل الجنة وأن يعلي منازلكم فيها. ونواصل بإذن الله جل وعلا قراءة سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم بقراءة كتاب الجمعة من مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وأسكنه فسيح جناته وجزاه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. فلعلنا نستمع لبعض أحاديث الباب، فليتفضل القارئ بارك الله فيه مشكورا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن عمرو بن تغلب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أُتي بمال أو سبي فقسمه فأعطى رجالا وترك رجالا، فبلغه أن الذي ترك عتبوا، فحمد الله ثم أثنى عليه ثم قال: أما بعد، فوالله إني لأعطي الرجل وأدع الرجل، والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي، ولكن أعطي أقواما لما أرى في قلوبهم من الجزع والهلع، وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير فيهم عمرو بن تغلب. قال عمرو بن تغلب: فوالله ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حمر النعم. في هذا الحديث من الفوائد بيان ما لصاحب الولاية من سلطة تقديرية في بعض الأعمال التي يؤديها، ومن ذلك ما يتعلق بما يعطيه لرعيته فيتألف قلوبهم بذلك. وفي الحديث أن ما يؤتاه ولي الأمر من الأموال العامة يتصرف فيه بما يرى أنه يقتضي المصلحة على حسب نظره. وفي الحديث من الفوائد أن الإنسان لا ينبغي به أن يعتب أو يعلق تعليقا سيئا على شيء من التصرفات حتى يعرف وجهه ويعرف الدوافع التي دفعت إليه. وفي هذا الحديث من الفوائد أنه يستحب أن تبدأ الخطب بحمد الله تعالى، وبخلاف الكتب والرسائل فإنها تبدأ بالبسملة. وفي الحديث مشروعية أن يقول الإنسان بعد الثناء على الله: أما بعد. وفي الحديث ما كان يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم للمؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه. وفي الحديث من الفوائد أن طبيعة الإنسان أن يرغب في الازدياد من أمور الدنيا. وفي الحديث ما يتصف به بعض الناس من الجزع والهلع، كما قال تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. وفي الحديث أن صفة الإيمان واليقين ترفع عن الإنسان هذه الصفات من الهلع والجزع ونحوها. وفي الحديث الثناء على الصحابي عمرو بن تغلب و
ثناء النبي صلى الله عليه وسلم، وحمر النعم الإبل ذات الألوان الحمراء، وقد كانت من أفخر أموال العرب يومئذ. أحسن الله إليكم. قال عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من بني الأزد على صدقات بني سليم يدعى ابن اللتبية، فلما جاء حاسبه قال: هذا مالكم وهذا هدية أهديت لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهلا جلست في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقا؟ فنظرت أيهدى لك أم لا؟ ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية بعد الصلاة على المنبر وخطبنا، فحمد الله وتشهد وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فما بالي أستعمل الرجل منكم على أمور العمل مما ولاني الله، فيأتي أحدكم فيقول: هذا مالكم وهذا هدية أهديت لي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته، فينظر أيهدى له أم لا؟ والله الذي نفس محمد بيده، لا يأخذ أحد منكم منها شيئا بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة على رقبته، فلأعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء، أو إن كانت بقرة جاء بها لها غوار، أو إن كانت شاة جاء بها تيعر. ثم رفع يديه حتى رؤي بياض إبطه، وإنا لننظر عفرة إبطه يقول: اللهم هل بلغت؟ ثلاثا. قال أبو حميد: سمع أذناي وأبصرته عيناي، وقد سمع ذلك معي زيد بن ثابت رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه. في هذا الحديث استعمال صاحب الولاية الإمام الأعظم الرجال في الولايات التي توكل إليه، فيقوم بقسمة الأعمال على من يتولاها. وفي الحديث جبي الإمام لزكوات الناس وصدقاتهم، وإرسال الجباة الذين يجبون الصدقات. وفي الحديث أن أصحاب الأعمال والولايات يحاسبهم صاحب الولاية الإمام الأعظم وينظر في أعمالهم. وفي الحديث أن من أهديت له هدية وقت عمله من أجل عمله، فهذه الهدية لبيت المال وليست له، وذلك لأنه إنما أهدي له باعتباره نائبا لصاحب الولاية، لا بكونه فلان ابن فلان. وفي الحديث أيضا مشروعية وعظ الإنسان والاستدلال عليه بالدليل العقلي المقنع، فإن هذا الرجل ابن اللتبية لما قال هذا أهدي لي، قيل له إنه لم يهد لك لذاتك وإنما أهدي لك من أجل عملك، وبالتالي هذه الهدية تكون للعمل ومن يقوم عليه. وفي الحديث من الفوائد أن ما قد يفعله بعض العمال والموظفين من الاحتيال وأخذ المال والهدايا لا يسوغ لهم هذا الأخذ ولا يبيحه لهم، بل يكون أمرا محرما. وفي الحديث بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التنبيه على المواعظ العامة التي تتعلق بعمل المجموع. ومن هنا خطب النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر هذه الخطبة وعشية، يعني في آخر النهار، وقوله بعد الصلاة: إما صلاة الظهر وإما صلاة العصر. وفي الحديث استحباب بدء الخطب بحمد الله والثناء عليه وشهادة التوحيد.
في الحديث أيضا جواز أن يرد الإنسان الهدية التي تهدى إليه، خصوصا إذا كان ذلك لمعنى، كما لو كان من عمال الولاية. وفي الحديث من الفوائد أيضا أنه ينبغي بالإنسان أن ينظر في المال الذي يدخل عليه لينظر مدى حله قبل أن يأخذه. وفي الحديث أن الإنسان يحاسب في الآخرة على المال الذي يأخذه في الدنيا، وقوله هنا يحمله يوم القيامة على رقبته يعني على عنقه، وقوله لقي الله يحمل بعيرا له رغى، الرغى صوت البعير الذي يكون له إزعاج وارتفاع، وقوله بقرة جاء بها لها خوار، الخوار صوت البقرة الشديد، وقوله شاة تيعر أي لها صوت من مثل صوت الشياه، وقوله هنا ثم رفع يديه حتى رؤي بياض إبطه، وذلك لأن أكمام ثيابهم كانت واسعة، فإذا رفع يديه نزلت أكمام الثياب حتى تصل إلى قريب الكتف، وبالتالي يبين الإبط. وقوله قال اللهم هل بلغت فيه التأكيد على كونه بلغ رسالة ربه. وفي الحديث طلب الإنسان من غيره أن يتوثق من كلامه بسؤال الآخرين ممن عندهم علم بما حدث به الإنسان، ولذا قال أبو حميد سمع ذلك زيد بن ثابت فسألوه. أحسن الله إليكم. قال عن علي بن حسين أنهم حين قدموا المدينة من عند يزيد بن معاوية مقتل الحسين بن علي رحمة الله عليه، لقيه المسور بن مخرمة رضي الله عنهما فقال له هل لك إلي من حاجة تأمرني بها؟ فقلت له لا. فقال فهل أنت معطي سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإني أخاف أن يغلبك القوم عليه، ويم الله لئن أعطيتنيه لا يخلص إليهم أبدا حتى تبلغ نفسي. إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خطب ابنة أبي جهل على فاطمة رضي الله عنها، فسمعت بذلك فاطمة فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يزعم قومك أنك لا تغضب لبناتك، وهذا علي ناكح بنت أبي جهل. فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام يخطب الناس في ذلك على منبره هذا، وأنا يومئذ محتلم، فسمعته حين تشهد يقول أما بعد، إن بني هشام بن المغيرة استأذنوا في أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب، فلا آذن ثم لا آذن ثم لا آذن إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم، إن فاطمة بضعة مني يريبني ما أرى بها ويؤذيني ما آذاها، فمن أغضبها أغضبني، وإني أكره أن يسوءها، وأنا أتخوف أن تفتن في دينها. ثم ذكر سهرا له من بني عبد شمس فأثنى عليه في مصاهرته إياه فأحسن، قال أنكحت أبا العاص بن الربيع، حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي، وإني لست أحرم حلالا ولا أحل حراما، ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله عند رجل واحد أبدا. فترك علي الخطبة. راوي هذا الحديث هو علي بن حسين بن علي بن أبي طالب رضوان الله عليهم، وذلك أن أباه الحسين بن علي طلب منه بعض أهل العراق أن يخرج على ولاية يزيد، فاجتمع بعض أهل العراق معه فأرسل إليهم يزيد بن معاوية جيشا، ففر أهل العراق من عند الحسين وبقي الحسين معه قلة،
فقتل الحسين رضي الله عنه ورحمه الله، فاستدعى يزيد بن معاوية ابنه علي بن حسين فذهب إليه، فذهب علي بن حسين إلى يزيد بن معاوية، ثم إنه عاد إلى المدينة فقال حين قدموا المدينة من عند يزيد بن معاوية في أيام مقتل حسين بن علي رحمه الله، فلقيه الصحابي الجليل المسور بن مخرمة رضي الله عنه، فقال المسور لعلي هل لك إلي من حاجة تأمرني بها؟ فقال علي بن الحسين لا، ليس لي من حاجة في ذلك. فقال هل أنت معطي سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإني أخاف أن يغلبك القوم عليه، أي خشي من بني أمية أن يأخذوا سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند علي بن الحسين، فإنه قد ورثه من أبيه وبقي عند علي بن الحسين. فقال المسور وأيم الله يقسم بالله لئن أعطيتنيه لا يخلص إليهم، أي لا يصل إليهم أبداً حتى تبلغ نفسي، يعني أموت دون ذلك وتقبض روحي. ثم استمر المسور بن مخرم في حديثه فذكر أن علي بن أبي طالب وهو جد علي بن الحسين هذا خطب ابنة أبي جهل عمرو بن هشام على فاطمة زوجة ثانية، فسمعت بذلك فاطمة فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأرادت منه صلى الله عليه وسلم أن يمنع عليا من الزواج بابنة أبي جهل، وقالت له يزعم قومك أنك لا تغضب لبناتك، أي أنك لا تمنع التصرف الذي يؤذيهن، وهذا علي ناكع بنت أبي جهل. قال المسور فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس وفي ذلك، وفي هذا دلالة على استحباب أن تكون الخطبة للواقف، وفيه الخطبة على المنبر. قال المسور وأنا يومئذ محتلم، فيه قبول روايتي من تحمل كذلك. قال فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم حين تشهد، فيه مشروعية الإتيان بالشهادة في أوائل الخطبة، ويقول أما بعد، فيه استحباب قولي أما بعد بعد حمد الله والثناء عليه. والمراد بهذه اللفظة مهما يكن من حديث فإني أقول بعد الثناء على الله ما يأتي. وقوله إن بني هشام بن المغيرة استأذنوا في أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب، فيه أن صاحب الولاية يحسن أن يستأمر فيما يتعلق بأمور النكاح متى تعلق ذلك به. وقوله فلا آذن يعني أنه لا يأذن لهم في ذلك، وليس معناه أنه يحرم على علي الزواج بالثانية، ولكنه خشي من أن تفتن في دينها وبالتالي تتصرف بتصرفات مخالفة للشرع. قال إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم. وفي هذا الحديث جواز أن يشير الإنسان على غيره بالطلاق أو بالخلع متى رأى أن ذلك يحقق المصلحة وتترتب عليه السلامة من أنواع المخالفة الشرعية. وقوله يريبني أن يوقع في نفسي من الشك ما يوقع في نفسها ويؤذيني ما آذاها، فمن أغضبها أغضبني.
قال إني أتخوف أن تفتن في دينها. وفي هذا ذب الرجل عن أولاده وعما قد يؤذيهم من أنواع الأذى، وفيه ذكر شيء من الغيرة المحمودة والإنصاف مع من قد يترتب على ما يفعل به مخالفة للشرع. وفي هذا الحديث فضل فاطمة رضي الله عنها وعظم مكانتها عند النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الحديث ثناء الرجل على أصهاره كما أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على أبي العاص ابن الربيع. وأبو العاص ابن الربيع تزوج بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب، وكانت عنده إلى السنة السادسة، فهاجرت زينب في نهاية السنة السادسة، وكان أبو العاص لا زال على شركه، أو أنها هاجرت قبل ذلك وبقي بدون أن يتزوج. نزلت آيات تحريم بقاء المسلمة تحت الكافر في آخر السنة السادسة، فقدم أبو العاص في أوائل السنة السابعة مهاجرا مؤمنا، وفرد النبي صلى الله عليه وسلم زينب إليه، وقد أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث امتناع لإنسان من أن يحرم الحلال أو أن يحل الحرام. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مرضه الذي مات فيه وصعيد حتى جلس على المنبر، وكان آخر مجلس جلسه متعطفاً ملحفة على منكبيه قد عصب رأسه بعصابة دسمة، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس إلي، فثابوا إلي. ثم قال: أما بعد أيها الناس، فإن هذا الحي من الأنصار يقلون ويكثر الناس حتى يكون في الناس بمنزلة الملح في الطعام، فمن ولي شيئا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فاستطاع أن يضر فيه أحدا أو ينفع فيه أحدا فليقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم. قوله: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه، وذلك في السنة الحادية عشرة، وذلك في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: وصعد حتى جلس على المنبر، فيه مشروعية إلقاء الخطب على المنبر في غير يوم الجمعة. وقوله: وكان آخر مجلس جلس، يعني آخر موعظة ألقاها النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: متعطفاً، أي قد غطى بدنه بأنواع الأغطية التي تستر بدنه. وقوله: ملحفة على منكبيه، المنكب نهاية الكتف، مفصل الكتف من عند العضد. وقوله: قد عصب رأسه، أي ربط رأسه برباط من أجل أن ذلك كان لتسكين ألمه صلى الله عليه وسلم. وقوله: بعصابة دسمة، يعني مليئة وكبيرة. وفي الحديث مشروعية الخطبة، مشروعية بداءة الخطبة بحمد الله تعالى والثناء عليه. وفي الحديث منادات الناس من أجل الاستماع للمواعظ والخطب، ولذا قال: أيها الناس إلي، أي اقدموا إلي لتستمعوا ما أقوله من الخطبة. قوله: فثابوا إليه، أي رجعوا إليه ليستمعوا خطبته صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث مشروعية أن يقول الإنسان أما بعد، بعد حمد الله والثناء عليه. وقوله: فإن هذا الحي من الأنصار، يعني من الأوس والخزرج، يقلون، أي يتناقص عددهم ويكثر الناس
وفي هذا علامة من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، قوله: فمن ولي شيئا من أمة محمد، أي من كان له أي ولاية، سواء كانت ولاية عامة أو ولاية خاصة في عمل بخصوصه، فاستطاع أن يضر فيه أحدا أو ينفع فيه أحدا، فيه أن أصحاب الولايات يتعلق بعملهم نفع الآخرين وإلحاق الضرر بهم، ولذلك عليهم أن يتقوا الله فيما يؤدونه من الأعمال. قوله: فليقبل من محسنهم، أي ليقبل من محسن الأنصار، وفي هذا الثناء على الأنصار. وقوله: ويتجاوز عن مسيئهم، أي يعفو عنه، وفيه أن العقوبات التعزيرية موكولة لصاحب الولاية، قد يتنازل عن بعضها متى رأى المصلحة في ذلك. بارك الله فيكم، وفقكم لكل خير، جعلني الله وإياكم من الهداة المهتدين، وفق الله ولاة أمورنا لكل خير، وجعلهم من أسباب الهدى والتقى والصلاح والسعادة للناس أجمعين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.